حقق المغربي أمين هودة لقب الدوري الدولي للتنس لأقل من 18 سنة، والذي نظمه نادي الرياض للتنس بمدينة الرباط. هودة توج على حساب التونسي عزيز دوغاز، ولدى السيدات عجاء أو توج باللقب هذه المرة غيتا عتيق. نهائي الدوري الدولي للتنس لأقل من 18 عاما ابتسم فيه الحظ للمغربي أمين أهودة بعد فوزه على التونسي عزيز دوغاز ليحقق اللقب. تفاصيل المجموعة الأولى أنهاها أهودة لصالحه بنتيجة 6 أشواط مقابل 2. وخلال المجموعة الثانية يستمر أهودة في أدائه القوي ويكسر إرسال خصمه في أكثر من مناسبة قبل أن ينهيها ومعها المباراة لصالحه بمجموعتين نظيفتين تفاصيلهما 6-2 و6-2. لدى السيدات حققت اللقب غيتا عتيق فيما احتلت المركز الثاني كارا جوماني. ويبقى الهدف من تنظيم هذه الدوريات المساهمة في توسيع ممارسة رياضة التنس بالمغرب، كما تعد فرصة للاعبين الشبان المغاربة للاحتكاك وصنع خزان من التجربة مع لاعبين دوليين بهدف تطوير اللعبة وتحسين ترتيبهم على المستوى الدولي.